هذه قراءة في كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله سبب نزول قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قال ابن أبي حاتم رحمه الله كما في تفسير ابن كثير: حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قال: نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذه قراءة في الصحيح المسند من أسباب النزول، ونحن لازلنا مع سورة الأحزاب ومع هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من حيث الصناعة النحوية فإنها مهمة جدا للوقوف عليها. إن حرف ناسخ ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، فإذا دخلت عليها ما سميت الكافة والمكفوفة، أي أنها كفت عمل إن. مثال ذلك: إنما المؤمنون إخوة. لو لم يكن ثمت ما موجودة لقلنا إن المؤمنين إخوة، فتصبح إن حرف ناسخ والمؤمنين اسمها منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم، وإخوة خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. لكن لما دخلت ما فكفت عمل وأبطلت عمل إن، فأصبحت إنما المؤمنون إخوة. هذا من حيث الصنعة النحوية. من حيث الصنعة البلاغية هذا يسمى أسلوب إيش؟ أسلوب حصر. تعرف مبتدأ وخبر، لكن من حيث الصنعة البلاغية هذه تسمى إيش؟ أسلوب حصر، يعني حصر الله عز وجل الأخوة في الأخوة الإيمانية. وهذا واضح، لأن عبد العزيز الآن إحنا مصعب بن عمير وعبد العزيز بن عمير أخوان شقيقان، وفي غزوة بدر أسر عبد العزيز بن عمير، فمر به مصعب قال: يا أخي، يناديه بالأخوة الآن، أخوة ماذا؟ أخوة الرحم، ألا تمنعني مما أنا فيه؟ قال: لست لي بأخ، إنما أخي هذا الذي أسرك. وهذا وقال ربنا عز وجل في آخر المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، الآية. فالأخوة الإيمانية هي أقوى الأخوة، هي أقوى وشائج الأخوة. فهذا الآن إنما، إذن هذا حصر سيأتي الآن. إنما يريد فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهر على آخره، لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم، وفيه إثبات الإرادة لله عز وجل على نوعيها: الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. الإرادة الشرعية هي أن الله عز وجل يريد الشيء ويحبه ويثيب عليه، والله يريد أن يتوب عليكم، إرادة إيش؟ شرعية. يحب الله التوبة تبارك وتعالى. الله عز وجل يريد الإنسان أن يصلي، أن يصوم، أن يزكي، أن يحج، هذه كلها تسمى الإرادة ماذا؟ الإرادة الشرعية، شيء يحبه الله عز وجل ويثيب عليه. لكن ممكن يقع، ممكن إيش؟ وممكن ما يقع. هناك من لا يصلي عافانا الله وإياكم، هناك من لا يريد أن يتوب. أما الإرادة الكونية هي تكون في الشيء الذي يقع لا محالة بإرادة الله وقضائه وقدره، ويكون في الذي يحبه الله والذي لا يحبه الله تبارك وتعالى. وضحت هذه؟ هذه يقع، تسمى الإرادة الكونية، كوقوع المعاصي والذنوب إلى غير ذلك، هذه وقعت بإرادة الله ماذا؟ الكونية، بإرادة الله الكونية القدرية الذي قدره الله تبارك وتعالى. إنما يريد الله، هذا هو لفظ الجلالة الفاعل، ليذهب، لا ناصب للفعل المضارع، هذا فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، ليذهب عنكم جار ومجرور، وقدم المعمول على العامل للاختصاص أيضا،
الرجسة. الرجسة هو كل ذنب وكل أمر من الأمور المستقبحة، من الأمور المستقبحة. الراء المهملة والجيم المعجم والسين المهملة معنى لغوي صحيح لكل مستقبح ولكل قذر. أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، مفعول ومضاف إليه. وهنا وضح من قول ابن عباس ترجمان القرآن أن هذه نزلت في من؟ أعد الأثر تفضل. عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قال نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة. هو ترجمان القرآن ابن عباس، ودى هذا بدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل في الصحيح، لما وضع له الوضوء عليه الصلاة والسلام قال من وضع هذا؟ قال ابن عباس، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فيقول ابن عباس ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم تأويلها وفيما نزلت وأين نزلت. فهنا وضح ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام أن نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عقد على 13 امرأة عليه الصلاة والسلام، وبنى بإحدى عشرة امرأة، ومات عن 9 نسوة رضي الله عنهن جميعا، وتسرى بواحدة وهي ماريا، وأنجبت له إبراهيم، ولم ينجب له من نسائه إلا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، القاسم والطيب والطاهر وعبد الله، وعلى اختلاف في أسماء بعض أبنائه الذكور عليه الصلاة والسلام، وزينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم. فدل هنا، ولذلك أسماء زوجات النبي جمعها من جمعها في قوله ماذا تذكرون؟ خص وجزر صحة، خص مع جزر صحة. وقام أحد المتطوعين يوما فقال كيف تشبهون زوجات النبي بمثل هذا المثال؟ فرد شيخ العباد قال ولا حرج في ذلك، فإن هذا من تقريب العلم، هذا يدخل من باب تقريب العلم، ولا حرج في ذلك ولا قدح في من نسب لذلك. وهذا هو الذي يعرف أهل العلم، يقربون العلوم بمثل هذه الأشياء، يقربون العلوم بمثل هذه الأشياء. مثل لما نأتي نقول أسماء السور في جزء تبارك تجمع في كلمة مقحم نجم قام، مقحم نجم قام، الميم من الملك، والقاف من القلم، والحاء من الحاقة، والميم الثانية من المعارج، هذا مقحم. نجم نوح من، والجيم من الجن، والميم المزمل والمدثر، قام قاف من القيامة، والألف من الإنسان، والميم من المرسلات، هذه أسماء جزء إيش؟ 29 وجزء تبارك إلى غير ذلك. إذن من هنا هؤلاء كما قلنا خص مع جزر صحة، فتكون الخال خديجة، والسين لسودة، والميم لميمونة، والعين لعائشة، والجيم جويرية، والراء لرملة بنت أبي سفيان أم حبيبة، والزاي للزينبين زينب بنت جحش وزينب المخزومية، والصاد لصفية، والحاء لحفصة، والهاء لهند بنت أبي أمية أم سلمة رضي الله عن الصحابيات أجمعين أمهات المؤمنين. وهذا فيه رد على الرافضة الذين ينكرون أن هذه الآية نزلت في زوجات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الآية التي ذكر فيها 10 أنواع، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصائمين إلى آخره، والذكرى كثيرة والذكرى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم، هذا 10 أنواع، 10 أنواع من الأعمال ومن الشمائل والخصال التي ينبغي للمسلم أن يتمثل
بها أعد الله لهؤلاء مغفرة وأجرا وأجرا عظيما. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن حسين عن عكرمة عن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن بشيء. فنزلت هذه الآية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآية. قال هذا حديث حسن غريب وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه. وأخرج الحاكم من حديث أم سلمة نحوه وقال صحيح على شرط الشيخين على شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت عليه الذهبي. لكن مجاهدا كثير الإرسال عن الصحابة فلا مجاهد من جبر المكة فلا يدرى أسمعه من أم سلمة أم لا وإنما ذكرته شاهدا. وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس نحوه قال الهيثمي في مجمع الزوائد وفيه قابوس وهو ضعيف وقد وفق. ثم رأيت وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس نحوه. أحسنت. أيوه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد وفيه مجمع الزوائد وأنبع الفوائد كتاب يقع في قرابة 20 مجلدا أو يختلف حسب النسخ وهو من الكتب التخريج. نعم أحسن الله إليكم. قال الهيثمي في مجمع الزوائد وفيه قابوس وهو ضعيف وقد وثق. ثم رأيت الحافظ ابن كثير رحمه الله قد ذكر لحديث أم سلمة في تفسيره طريقين آخرين فجزاه الله خير الجزاء على حرصه على جمع طرق الحديث. وهذا من فوائده ولذلك يقول عبد الرحمن بن مهدي حديث ليس لي فيه 50 طريقا أنا فيه يتيم. وربما يظن بعض النوكة والنوكة تعني الحمقى حاشاكم أن لما نأتي في كتاب فنجده يتوسع صاحبه في ذكر الطرق أن هذا مما لا فائدة من ورائه. وهذا يدل على كساد بضاعته في علم التخريج. لكن لما تكثر الطرق في الحديث فيقوي بعضها بعضا فيرقى الحديث من الضعف المنجبر إلى الحسن لغيره إذا كان الضعف منجبرا. لكن أحيانا مهما تعدد الطرق فإنها لا تحسن الحديث لأن في كل طريق يكون ثمة ضعف غير منجبر وهنا لما مجاهد أرسل وهو من الذين يرسلون عن الصحابة فلما عنعن عن أم سلمة فهذا يعتبر باب من أبواب ماذا؟ من أبواب العلة والضعف لأنه لم يصرح بماذا؟ أنه سمع أو لم يسمع. فاستفدنا من الطرق التي تعددت بعده أنها قوت ماذا؟ قوت هذا الوجه وجعلت لهذا الحديث وجها وأنه يتحسن لغيره. ويخرج من هذه الآية القاعدة الفقهية أن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام النساء شقائق للرجال. وأيضا فيها القاعدة الفقهية التي نستفيد منها أن خطاب الشرع يفيد العموم حتى يدل الدليل على خصوص لواحد دون الآخر، أعني لذكر دون أنثى أو لأنثى دون ذكر. وإلا لما نقول في قول ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا هذا المقصود أيضا يدخل فيه المؤمنات من باب التغليب. إنما قيل يا أيها الذين من باب ماذا؟ من باب التغليب لكن يدخل فيه النساء إلا أن يدل الدليل على تخصيص النساء بأمر دون الرجال. وهذا كثير في أمور الشريعة. نضرب مثالا على ذلك فقط للتوضيح. إذا سهى الإمام في الصلاة يسبح الرجال ويصفق النساء. إذن هنا أتى تخصيص لماذا؟ للنساء. هنا لا يسبحن فإنهن ماذا؟ يصفقن ببطون أكف اليمنى على ظهور الكف اليسرى. لما نأتي بين الخطين الأخضرين أو الميلين الأخضرين في العمرة فإن الرجال يعدون والمرأة لا تعد تمشي. وكذلك في الرمل في الثلاث الأشواط الأول لطواف قدوم في حج أو لطواف عمرة فيرمل الرجال دون النساء وهكذا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معل بن منصور عن حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية
وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة رضي الله عنهما. الحديث أعاده من حديث ثابت وأخرجه الترمذي وصححه وأحمد والحاكم، وأشار له الذهبي برمز البخاري ومسلم، أي أنه على شرطهما. وهذه آية عظيمة، وجاء أن النبي لو أراد أن يخفي شيئا من القرآن لأخفى هذه الآية. وتخفي فعل مضارع مفعول بالضم المقدرة على آخره، لأن هذا الفعل معتل الآخر، منع من ظهورها ثقل ولا التعذر ثقل. وتخفي ياء هنا ياء تسمى الياء المنقوصة، منع منها الثقل، أما الياء المقصورة يمنع منها التعذر. وتخفي في، وهنا الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، في نفسك جار مجرور ونفس مضاف والكاف مضاف له، ما الله، ما اسم موصول، الله مبتدا، ما الله مبديه أو ما يبديه الله، فيكون فاعل مقدم، والصواب أنه على الابتداء ويبديه جملة الخبر، والجملة كلها صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وما هو وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أنه ماذا؟ رغبته في زواجه ممن؟ من زينب رضي الله عنها وأرضاه. زينب بنت جحش هذه ابنة عمة النبي عليه الصلاة والسلام، ابنة عمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه زينب بنت جحش، ابنة عمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا أيضا ترتبت عليه أحكام من إلغاء التبني، ومن أن من تبنى رجلا وتزوج بامرأة ثم بعد ذلك طلق أو طلق منها جاز لمن تبناه أن يتزوج بها، فيجعل الله عز وجل نبيه القدوة لهذه الأمة، ويتحمل عليه الصلاة والسلام من كلام الناس وافتراءاتهم ما لا يتحمله غيره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. قوله تعالى، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. قال ابن سعد رحمه الله: أخبرنا عالم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت، ابن سعد في الطبقات يعني، ابن سعد في الطبقات، نعم. قال عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا ثابت البناني، لازم أنس كثيرا، نعم. ثابت عن أنس، أيوه. قال: نزلت في زينب بنت جحش فلما قضى زيد منها وطرا، وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر صراحة في القرآن هو زيد، لأنه يترتب عليه حكم عظيم ولج الناس فيه الآن، أنه التبني إلى غير ذلك، فصرح به ربنا عز وجل لحكمة بالغة. نعم. قال: فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله هو الذي زوج من فوق سبع سماوات. نعم نعم. تقول: زوجكن أهلكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. رجاله رجال الصحيح. قال: أخبرنا عفان بن مسلم وعمر وطر يعني حاجة، وهذا يدل على أدب الخطاب في القرآن، يدل على أدب الخطاب في القرآن، فإن لقاء الرجل بزوجته القرآن جعل له كلاما طيبا كالنكاح وكالوطر، وهذا يدل أن المسلم ينبغي أن يتخلق بأخلاق القرآن أو إلى غير ذلك، يتخلق بأخلاق القرآن، كما جعل للأمور المستقبحة كإتيان قضاء الحاجة في الخلاء فسماه ماذا؟ الغائطة في القرآن، أنا أتكلم عن الفضل القرآنية، وسموه الخلاء والاستطابة في السنة إلى غير ذلك، هذا كله يدل على الإنسان ينبغي أن يتخلق بالألفاظ اللائقة الجميلة. نعم. أو لامستم النساء دلالة على الجماع، نعم، إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء، فلا تجد كلمة قبيحة لا في قرآن ولا في سنة العدنان عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند الترمذي وغيره: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا بالسين ولا صخابا بالصاد بالأسواق، يعني ما يرفع صوته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: أخبرنا عفان بن مسلم وعمر بن عاصم الكلابي كلاهما قال: حدثنا سليمان بن المغيرة
عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنه قال لما انقضت عدة زينب بنت جحش رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة رضي الله عنه ما أجد أحدا آمن عندي وأوثق في نفسي منك إيت إلى زينب فاخطبها علي. قال فانطلق زيد فأتاها وهي تخمر عجينها قال فلما رأيتها عظمت في صدري فلم أستطع أن أنظر إليها. انظر إلى الأدب لأنها قد حرمت عليه، فما كان مباحا من نظره إليها بالأمس زوجة حرم الآن، فتجدهم حتى لا يعني يخشون ربهم بالغيب وما كان أحد ينظر إليه، وهذا في أكبر دلالة على عدم جواز نظر الرجل للمرأة وأنه من الحرام. قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم، وهذا يدل على فضل الصحابة وعلو شأنهم وشأوهم وكعبهم ومخافتهم لربهم بالغيب، لديهم السلام النفس الداخلي الذي يدعوهم إلى مخافة الله عز وجل من غير أن يكون عليهم رقيب. وهذا أمثاله مر معنا في سورة في قول ربنا تبارك وتعالى في سورة هود آية 14 و100 وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أصاب قبلة في مكان بعيد ثم يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في كل حياة النبي ما في أي جريمة هارسمنت واحدة تحرش، ما في جرائم تحرش إلا نادرا، ولا في جرائم من الزنا إلا واحدة أو ثنتين، وأتى أصحابها يعترفون بماذا؟ بأمرهم ليطهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا على مدى كم؟ على مدى 10 سنوات كاملة في المدينة، توقع على مدى 10 سنوات 3600 يوم، ما في غير جريمة يعني ما في غير خطأين في زنا، والتحرش تكاد لا تسمع به إلا ما لا يتم أصابع اليد إيش؟ أصابع اليد الواحدة. ويأتي أصحابهم يجودون، أصحابها يجودون بأنفسهم ليطهرهم الله، ليبقى هذا المجتمع المدني أنه أشرف مجتمع مر على وجه الأرض، وهو المدينة الفاضلة، ليس لكتابة دوستويفسكي ولا غيره، لا، هي المدينة الفاضلة التي أدب الله فيها عباده ورب النبي فيها عليه الصلاة والسلام أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال فلم أستطع أن أنظر إليها حين عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فيها جريمة لباط واحدة، ولا في شواذ ولا في جايز ولا في الكلام ده كله، فيش جهاد نهائيا ما في. نعم أحسن الله إليكم. قال حين عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فوليتها ظهري ونكست على عقبي وقلت يا انظر، يعني ولاها ظهره وجعل رأسه إلى الأرض، هذا معنى نكست على عقبي، حط رأسه في الأرض وهو مديها ظهره ويبلغها رسالة رسول الله عليه السلام. ولولا أن الله أرسله، ولولا أن النبي أرسله عليه السلام ما كان ذهب إليها بعد أن تم الفراق والطلاق، دلالة على سلامة الصدور، لم يحمل في قلبه أي شيء ولا وغر ولا وحر ولا أي شيء، يعلم أن هذا تشريع من فين؟ من الله، فما عليه أن يقول سمعنا وأطعنا. نعم. وقلت يا زينب أبشري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر بماذا قال لها أبشري، ما قال لها يا المطلقة أو يا طليقتي أو كذا، إنما ناداها وبشرها بزواجها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن. مسجدها يعني مكان صلاتها، وهذا فيه دلالة أنهم كانوا لا يبرمون شيئا إلا أن يستخيروا الله فيه، هذه يعني صلاة الاستخارة، يعني تصلي صلاة الاستخارة. نعم. قال ونزل القرآن فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الحديث رجاله رجال الصحيح وأخرجه أحمد ومسلم. السورة انتهت؟ لا باقي، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونكمل في المجالس القادمة من هذا الكتاب.